اهلين استهام، يا احلى حريشك، اتفضل. افتكرتك يخاف؟ معلمي رعبتيني. لا ما تخاف، صار لي دقيقتين واقفه برا، لما شفت معلمك راح جيت. شو هذا؟ عم تاكل كريم؟ لك لبني هاي؟ عم تاكل، عم بتحط لبنه بدل الكريم؟ ايه طبعا ارخص وافيد مشان بشره الوجه، فيه فيتامينات، وهذا مو حي الله كريم، هذا لبنه شغله شطوره. لكن هيك يعني. اهلين، دوي دوي. لا لا انا ما بحبه. عادل كيفك ازدهام؟ الحمد لله، كيفك انت؟ كيف صحتي؟ كيف كبيتي حالك؟ زبالات؟ ايه يعني بعد في تنكي. شو كنتي عم تعملي عند معلمتك؟ عم تطبخي؟ ايوه من هيك طالعة منك ريحة زفر. انا يا غوار. ازدهام؟ دخلك شو سمعة انتي لنا سياسة؟ مو سامعة شي أبدا. ابدا. مع إنه يعني في سياسة كثير. ما بعرف، انا ما بتدخل. يعني بنوب؟ بنوب؟ والله الدنيا قايمة قاعدة، يعني أبدا ابدا أبدا أبدا. ابدا ابدا. لك لح تقعي، وقفي لح تقعي. لا يا أبي أنا زعلت، أنت محلك هو. طب ما تزعل غوار، بعدين بقى. لا أنا لا زعلت. ولا ودير لا وشك. زعلت. شو؟ إيش يا معلمي؟ شو رح اعمل؟ لك نبه علي انك ما تجي على المحل بنوب. لك طب كيف بدي اظهر؟ طيب عادي عادي على الكرسي هون، لا تحكي ولا كلمه. وقف ماشي حالي. لك عايش لي يلا، هو مش خبيث. اوعي تحكي شيء. لا لا ابدا، عملي حالك زبون. ايه انا دائما بقول لك هيك، مستحيل الا اسويك زبون هالمحل. بقى يا منظوم، اولا نحن صحبة من المدرسة، ثانيا جيران 17 سنة. اي والله كل ما بشوفك بدك بقول لك تعال احلق عندي، بتقول لي لا. ظروف يا حسني افندي، يعني بدك يعني شو ظروف وشو انفلوب انت الثاني؟ بدنا نغيرها هالظروف ان شاء الله. بدك تصير زبون المحل على راسي. انا صعيصة لوني هيك شوية. لا والله يا يعني حسني مو قد المقام، لكن بقول لك حلاقاتنا كلها موديلات جديدة. على الله، كل يوم بيجيني موديل جديد، يعني اذا بتقش دقنك عندي كل يوم بتقش شكل حلو. جميل جدا. تفضل ارتاح ألف شوي. ألف شكر. لبين ما يخلص الزبون اللي عم يشتغل. نعيما. الله ينعم عليك. اهلين. ها عجل لك شوي، الله يرضى عليك يا غوار. طيب لما اعطيني هالموس انا لكمل له الحلاقه للزبون. لا معلمي ما بيرضى، هو قال انا لازم اشيله بايدي. ليش ما بيرضى؟ شو زبون جديد الظاهر؟ لا مستعمل، عفوا يعني زبون ايه يعني قديم عنه. ها مالي شايفه قبل المرة. نعم. شو اسم الكريم؟ ازدي لا اسمه مستر هاردي. ايه انت ازدهار اخدي عقلك. ايه طبعا غرام يا معلمي، غرام وانتقام. ايه مو من هون، هذا من لندن. هاردي؟ ايه باعتبار سمعان واصل صيت الصالون لهنيك، فهمت شلون؟ وجاي يحلق ايش دقنه عنا ويرجع عنده حفلة كوكتيل بلندون. ها هذا يمكن عملائي من هنيك بعتين لي اياه. مستر هاردي. ايه. اهلا وسهلا، ويلكم مستر هاردي. ويلكم، عم يقول لك ويلكم عليكم ورحمة الله وبركاته. لك ليش صوته واطي؟ ما عم بسمعه. This is معلمي اطرش. ها ايه بس بفهم علي الاشارات. اهلا وسهلا، عجل لك شوي. ايه طيب انا لفوت سن هالموس واجي. يس سور يس سور. يا حبيبي شو اخذ عليك الانجليزي بلاقي؟ ديسميست ديسميست. اشلي امي عشيه بس تجيبي اولاد معلمك من المدرسه انا بشوفك. ايه مع السلامه. تفضل يا اخ يا اخونا. ايه ايه تفضل. انت متاكد انه هون صالون رجالي؟ طبعا هو هذا الشاب ناعم كثير، سبحان الذي خلقه يا اخي. باين عليه غير شيء. تفضل. غوار فندي صباح الخير. عمل لك صباح الخير سيدي. الوالي فاق من نومه جايب له فطوره. فاق هلا بينزل. ليش هيك قلب خلقتك؟ يعني مالك عرفاني حالك شو مساويه؟ ما انا شو ساوي يا اختي؟ ليش ما بتكوني صريحه معنا؟ قولي لي ما بتحبيني وخلاص. انا ما بحبك، مين قالك هالحكي؟ تصرفاتك اللي عم تحطمي فيها قلبي الرضيع. ما عم بفهم عليك. يعني فكرك ما عم اشوفك، ما عم توقفي كل يوم مع الزبال الجديد بعد ما تكبوا التنكي. الزبال الجديد؟
اي نعم، انا اليوم شفتك واقفه انت وياه بعد ما فضت تنكه حكيتي معه دقيقه. كنت عم اقول له انه يمر علينا كل يوم. شكرا لقد ما بتسخفيه. طيب دخلي، ليش انا لما بدي اجي عاونك بكب الزباله بتقلي لي ما صفي؟ ولما بيجي هذا الزبال الجديد اوان بتعبي له التنكه، منين تخلقي له زباله وبتعبي له اياها وبتعطيها؟ شلون يعني زباله ما بتطلع الا على وشه؟ لانك انت عاشي، عيب انك تكب الزباله. لا وشفتك كمان عاتبتي ليش ما اجى مبارح؟ ظنونك كلها غلط. بلا ظنوني كلها غلط. طيب ليش دخلك لما عم تمرقي بالليل من قدام اوضتي ما عدتي طرطقتي بالباب؟ لانه الوالي قال لي انه عم ينزعج من صوت الباب. انت بتعرفي انه انا طرطقت بقابك بتنغمش قلبي. شو بدي اعمل؟ الوالي نبه علي اني ما طرطق، ما بقدر خالف اوامر. بعدين صاحي في شغلي هلا تذكرت انك ما بتحبيني. ليه؟ انت عم تنامي كل ليله من الساعه 8 المساء. شو فيها؟ يا اختي شو فيها؟ لك يلي بيحب ما بينام الليل، بضل الان سهران طول الليل اللي بيحب. طيب يعني شو بدك يعني اعمل؟ نامي بالنهار. منين جايب هالحكي؟ انا عم احبك على الاصول. من كتاب كله هالحكي هذا الاصول، من كتاب آلام العاشقين وغرام المحبين تحت ظلاله الكستناء. يا سلام. ايه تمسخري كمان، تمسخري لقلي. لك مو الحق عليكي، الحق علي انا اللي ما رضيت شو اسمه حب فاطمة، مع انها بتموت فيي. خيه ليك بعتت لي مكتوب، خيه تفرجي قريه وطقي من غيرتك. حبيبي ونور عيوني غوار افندي، لا 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 عدمتك، لا عدمتك، لم خايس علينا سوى بعدكم عنا. نور عيوني لم ايش؟ لم صفي بعيني دمعه. شو حافظوا على الغاية؟ هاتي لأقرا لك يا، انت عم تخربطي. تقرا لي يا؟ ليش انت بتعرف تقرا وتكتب؟ اسمعي حبيبي ونور عيوني غوار افندي، لا عدمتك، لم خايس علينا سوى قلة مشاهدتكم. حبيبي ونور عيوني لم صفي بعيني دمعة من كتر الشوق، ما عمال ينام الليل من كتر مالي عمالي افكر فيك. ان شاء الله تقبشني، واذا ما بدك ياني بدي ارمي حالي من على الكرسي وانتحر. هذا السطر الاخر مو مكتوب. لا مكتوب. لا مو مكتوب. لا مكتوب. عم لك مو مكتوب. وينه مكتوب؟ مو مكتوب. مش بتعرف تقرا انت حتى تقول مكتوب ولا لا؟ يا ستي مكتوب ما بيصير، انا لاني نقلت المكتوب للعرض حلجي بنفسي. لكان انت اللي نقلته يا. ايه لحتى تقريه وتصيري تغاري علينا. وانا هلا كمان اجى دوري اني ازعل منك. ليش شو عملنا؟ حضرتك كمان كل ما بقول لك تعال نكتب الكتاب بتاجله. الحق مو علي، الحق على سيدنا الوالي، ما عم يدفع لنا. شو ما عم يعطيك معاشك؟ مو انا كنت من سنتين وكيل الخرج تبع القصر. ايه؟ هون تبع قصر الوالي. ايه؟ ايه وكنت عشي كمان. ايه؟ كل شهر اعمل الحسابات يزيد لي معه شي 30 عصملية هيك، لحتى صاروا كلهم 400 عصملية الي معه. 400 عصملية؟ ايه كل ما بقول له اعطينا اموالنا بيقول لي بكره بدي اكتب لاخي باسطنبول ورح يجيني مصاري من اسطنبول. لكن مشان هيك عم تأجل كتب الكتاب. معلوم بكره بس يدفع لي بدي اكتب كتابك عند احسن خطاط في البلد. ان شاء الله يا غوار فندي. استهار؟ نعم. انت مهجة قلبي. غوار؟ نعم. ما بتعرف انت قديش انا بحبك. استهار؟ بتعرفي لما بشوفك بالليل شو بصير معي؟ شو بصير؟ ما بيبين معي وشك من العتمه. غوار؟ نعم. من يوم ما اجيت انت رعنا لهون واشتغلت عند الوالي وانا حاسه انك سكنت قلبي. لك لا، انا ساكن بالاوضه اللي جنب المطبخ، شو نسيتي؟ يا الله شو ما بتفهم. استهار؟ نعم. بتعرفي كل ما بتفوتي لعندي على المطبخ شو بحس؟ شو بتحس؟ بحس انه اطرميز الجبنه عم ينقص. هلا هذا وقته؟ قلي شو رح تقول للوالي لما يجي؟ ما لازم تسكت له ابدا. لا ما بقى بدي اسكت له، هلا بس يجي الوالي بدي ارجي قيمته، فهمتي؟ موزي وين؟ وانا زي تريد تفرجون قيمته؟ نحن كنا قيمة مختلفين على قيمة على قيمة الصحن. صان. نعم. ماذا احدثتم فطور نحن؟ حليب ومغلي مع الكعك. تفضلوا سيدنا.
أمان يا ربي أمان، ما زي ولن هذا شو؟ مسمار في حليب سيدي، لقيته غرقان. غرقان في حليبك سيدي؟ طبعا المسمار بده يغرق بالحليب لأنه حديد. طبيعي لازم يغرق حديد. هلأ سيدنا تفضل امسكوا انت الحشو شوفوا بيغرق لما لا غرق. سوز ولن هاي دي سكتر برا. قبل ما اطلع لبرا انا سيدنا الوالي ما بقى بدي اسكت لك ابدا. ما زي ولن ما بقى بدي اسكت. لماذا؟ بدي احكي كل شيء انا. تكلم. بدي انا تدفعوا لنا اموالنا المنقوله. اموال انتو؟ بدنا نتجوز. تتزوجين؟ عفاريم عفاريم. اسمع ولن. نعم. ما رأي حضرتكم؟ تعرف قديش قلنا معك؟ ما زي تطلبون؟ نطلبون 400 عصمليات. طمي؟ نعم. لكن إذا كان نحن وظفنا حضرتكم باش مهندس ممكن يحصل إعفاء مسامحات من هذه الديون؟ بتعيني باش مهندس وبسامحك بالمصاري؟ أفيت. بس نحن ما بعرف بقرا وبكتب، شلون بدي يصير كبير مهندسين؟ ولان انتم ما تعلمتم امزاء؟ فيلان ما تعلمنا لكن فيلان نتعلم. خلاص يمشي حال انتم تمام. قابلتم شروط؟ والله قابلنا قبلت شروط بس على شرط. شوف سيدنا الوالي اذا كان ما عجبتني شغلة الباش مهندس بدك ترجعني عشيها، فهمت فيلان؟ موافق. نعم. طيب اذهب استعد ونحن ايضا يذهبون من شان اصدار فرامين تعيين انتم، وغدا يذهبون الى سرايات من شان استلام وظيفة باش مهندس. يعني غوار العشي يصير باش مهندس؟ أبد باش مهندس.